هذا ما نريد أن نصل إليه أحسن، لأن إثارة هذه القضية مهمة، وبالتالي هذا الموضوع الحساس حقيقي لا تكفيه فقط هذه الدقائق. أنا أتمنى أن يسلط عليه الضوء من عدة اتجاهات، لأنه خطير تماما. بالفعل الهدف الأسمى لهؤلاء هو تدمير الأسرة العراقية، الذي سينعكس على تدمير المجتمع العراقي بالكامل، وبالتالي ستكون نحن أمام أجيال قادمة لا تستطيع ولا تمتلك حتى تستطيع أي مقومات النهوض للعراق، ولا مقومات النهوض المجتمعية، ولا يمكن أنهم يواجهون كل ما يراد من غزو فكري وثقافي وبرامج احتلال. وبالتأكيد هذا العمل، لأنه لا يوجد سبل حقيقية تقف بوجه زيادة نسبة وتيرة التجهيل واستهداف شريعة الفتيات، وبالتالي تأسيس قوانين للزواج المبكر، كل هذا حقيقة لا يوجد هناك من يقف بوجهه أو مشاريع حكومية تقف بوجهه.